قطار اليابان السريع، أول قطار عالي السرعة في العالم، ولا يزال يعد الأكثر حداثة لناحية التكنولوجيا. طوال فترة تشغيله ساهم في نقل ما يعادل مجموع سكان الأرض من الركاب بسرعة تقارب 300 كيلومتر في الساعة. يختلف القطار الياباني السريع عن القطار العادي، ولا يقتصر هذا الاختلاف على إضافة قاطرة أكثر قوة عليه، إذ إنه ليست لديه قاطرة بالمعنى التقليدي، كما أنه لا يمكن للقطار العادي أن يصمد في وجه مخاطر السرعة الفائقة مع الحفاظ على شروط السلامة، فهو بحاجة إلى إعادة تصميم وإلى ابتكار نوع عجلات جديدة، الأمر الذي دعا إلى اللجوء إلى بعض الروابط الهندسية. فما كان القطار السريع سيبصر النور لولا اعتماد مبدأ سباق العربات القديم والتسلح بالتصميم ورباطة الجأش. انظروا، واستخدام الرافعة أو المخ، هذا سريع فعلا، فضلا عن ساعة القرون الوسطى. من الواضح أن التوقف لن يكون مريحا، ناهيك عن سيارة فاخرة من القرن التاسع عشر. تعجز عجلات هذا القطار عن إحكام قبضتها على الأرض لتجعلني أتحرك. والتلغراف الكهربائي، هل من إشارة تنبئ بحدوث زلزال؟ أجل، هناك شيء قادم، بسرعة بسرعة. اليابان أرض جبلية وعرة، حيث يتجمع معظم السكان في إحدى أكبر المدن على الكرة الأرضية. لا عجب في أن التجوال في هذا البلد يمثل تحدياً كبيراً، فالمساحات المخصصة للطرقات محدودة، وبهدف نقل كل المسافرين عن طريق الجو نحتاج إلى 3 طائرات جامبو تقلع كل 5 دقائق. من هنا اختار اليابانيون القطار وسيلة للنقل الجماعي. وما لبثوا أن حولوا هذا الاختراع المتواضع إلى أعجوبة هندسية نموذجية ومتطورة جدا. هذا هو القطار السريع N700، وهو الأحدث بين سلسلة طويلة من القطارات الرائدة في مجال السرعة الفائقة. إنه يبدو في الواقع فائق السرعة، أي أن سرعته قد تصل إلى 300 كيلومتر في الساعة أثناء الخدمة المنتظمة. إلا أنكم إن اعتقدتم أن كل شيء مرتبط بما يحدث عند تلك الحافة المستدقة الطرف فأنتم على خطأ، لأن الموضوع أكثر تعقيدا من ذلك، أي أن الأمر متعلق بنظام مصمم ليبلغ سرعة معينة وينعطف على نحو آمن ومريح ويتوقف تلقائيا عند حدوث زلزال. يا له من قطار! كيف يجري تحويل قطار عادي إلى قطار فائق السرعة؟ تبدأ العملية بأبسط الأمور، ألا وهو شكل العجلات. قد يتبادر إلى ذهنك أن المكان الوحيد التي لا تواجه فيه الآليات المزودة بعجلات أي مشاكل هو عندما تسير في خط مستقيم على سكة من هذا القبيل. أعني أنه بوجود العجلات والسكك المستقيمة، ما الذي قد يعرقل المسار؟ الأمر برمته يعتمد على أن يكون شكل العجلات مناسبا. لا أعني بهذا أنه لا يجوز أن تكون دائرية، فالشكل الدائري جيد، لكن يجب التركيز على الجزء الذي يحتك مع المسار هنا لأنه في غاية الأهمية. ومن دون استخدام ساعة من القرون الوسطى يمكن للقطار الفائق السرعة أن ينحرف عن مساره. لا داعي إلى أخذ كلامي بحرفيته، وذلك لأنني أحضرت مقطورة الخاصة إلى سكة حديد هاموند التجريبية لتقوم برحلتها الافتتاحية من أجل اختبار عجلاتها. ليست ذات تصميم، كما أنه ليس لديها محرك، لكن هذا لا يهم، لأنني أحضرت ونشا قويا ليسحبها على طول هذا القضيب بسرعة 80 كيلومترا في الساعة. ولكن لسوء الحظ لا يمتد طول سكة هاموند ليستوعب المرافق الأساسية كالمقاعد. هذا هو أحد الأسباب التي تحول دون ركوب هذه المقطورة. أما السبب الآخر فهو عدم وجود فرامل. سبق أن قلت إن وجودها أساسي، ومع ذلك سوف تضطر إلى الوقوف على نحو مفاجئ عند الوصول إلى الحاجز هناك. بالرغم من ذلك فيها كل ما يلزم لتوضح كل التحديات التي سيواجهها مهندسو القطارات الفائقة السرعة. في الواقع وضعنا لها عجلات خاصة بالقطار.
صحيح أنه مبالغ فيها بعض الشيء، لكنها مخروطية الشكل وحادة الزوايا عند نقطة الاحتكاك بالمسار مثل عجلات القطار تماماً. قد تبدو غريبة جداً، لكن بحسب بول ألين الخبير في دينامية العجلات، فهي سوف تظهر بوضوح ما الذي يحدث للقطارات الحقيقية على سرعة عالية. في النهاية توفر سكة هاموند الحديدية فرصة لم يسبق لها مثيل في عالم القطارات. ستبين لنا كرات السلة على الأعمدة كيفية تنقل المقطورة. ها هو يقوم بتجهيز سيارته من طراز V8 من عام 1970 ويهم بالانطلاق. لننطلق. راحت سرعة الحافلة تتزايد على المسار، وعندما بلغت حوالي 65 كيلومترا في الساعة صارت المقطورة تهتز يمنة ويسرى، وهذا ما يعرف بظاهرة التذبذب. بحسب ما أرى، لهذا السبب تتحرك رؤوس الأقطاب بهذه الطريقة؟ أجل، فأنت تراها تتأرجح قليلا الآن. لا يبدو أن الأمور تسير على ما يرام، أليس الوضع سيئاً؟ من هنا يجب تلافي حدوث ذلك في قطار حقيقي. لا تقتصر هذه المشكلة على سكة حديد هاموند فحسب، فقد تخرج القطارات الحقيقية عن مسارها المستقيم، كما تتسبب الحركة الجانبية المتكررة بإتلاف السكة نفسها كتلك الموجودة في ألمانيا. يكمن خطأ تلك العجلات المخروطية الشكل في التذبذب على طول المسار، لذلك لا تبدو تلك فكرة صائبة، لما ليست مسطحة؟ مشكلة العجلات المسطحة هي في حاجتنا إلى جعل الانحناء دائرياً. هذه عجلة مسطحة، لنرى إن كانت ستعمل. سوف تعمل. لا، لن تعمل. لم تعمل. هذا صحيح، نحن نعلم جيداً أن عجلات القطار دائرية، لكن الشفة البارزة هي التي تبقيها على المسار. إن الشفة البارزة هي الحافة الحديدية الظاهرة عند جانبي السكة. المشكلة أنها ستعتمد على الشفاه للسير حول المنعطف، الأمر الذي سيرهقها ويجعل جانبي السكة يبليان، مما يؤدي إلى الدمار بسرعة فائقة. أجل بسرعة. من هنا كانت العودة مجدداً إلى تلك العجلات المخروطية الشكل. ابتكرت فكرة أنه لو أضفنا بعض الزوايا المخروطية على العجلات فقد ننجح في جعل القطار ينعطف. من الصعب تصديق أن شكل العجلة وحده هو الذي يساعدها على الانعطاف. انظر كيف ستنعطف الآن. لقد نجحت. أجل نجحت. انعطفت بسهولة. نعم بالتأكيد. يتأرجح المخروط عند جانبه على نحو دائري، وهذا هو المبدأ الذي تسير عليه عجلات القطار. فعندما تدور حول المنعطف إذا بها تدفع القطار نحو الخارج، فتزداد عجلته الخارجية حجما على شكل مخروط يحول مسار القطار. نظرا لكون العجلات المخروطية قادرة على تغيير حجمها، فهي قد تنسف استقرار القطار حتى على المسارات المستقيمة، مما يتسبب بحدوث التذبذبات التي رأيناها، ولا سيما عندما يتعلق الأمر بالقطارات الفائقة السرعة. الحل هو في اعتماد تسوية هندسية، أي في محاولة الحصول على كمية الزوايا المخروطية المناسبة لعبور المنعطفات. إذن سيكون هناك كمية مثالية من المخروطات المنحدرة في قطار لن يلبث أن تزيد سرعته. تمتلك القطارات الفائقة السرعة قلة من الزوايا المخروطية على عكس القطارات البطيئة. من هنا يجري تعديل الانحناءات في عجلات القطارات التقليدية لاستخدامها في القطارات الفائقة السرعة، أي إن الزوايا تشتر إلى نصفين، كما تصنع كل عجلة بدقة لتصيب الزاوية المثالية. وما يسري على القطارات الفائقة السرعة يمكن تطبيقه على سكة هاموند الحديدية. أنا في صدد تبديل عجلات المخروطية الحادة بأخرى أكثر انبساطا، وقد أضفت إليها بعض الوزن في محاولة مني لتفادي خروجها عن المسار مجددا. هيا بنا. ما نرغب فيه هنا هو القيام بجولة آمنة. يا لها من نتائج سارة. في الواقع إنها تسير بسرعة. يا إلهي، إنها تتحرك بالفعل. لا شك في أن التوقف كان سيكون غير مريح البتة في ظروف حقيقية.
لقد قضت العجلات المسطحة على التذبذبات. انظروا كيف أن إشارات الخطر لا تزال مستقرة. سارت حافلتي على نحو مستقيم وفعلي على السكة الحديدية، ما يعني أنها قادرة على بلوغ سرعة كبيرة، لكنها لا تضاهي سرعة القطار الفائق السرعة. فعند هذا المستوى من السرعات لا يسع المهندسين الاعتماد على العجلات المسطحة فحسب لتجنب حدوث تذبذبات. دعت الحاجة إلى البحث عن حل من شقين يركض القسم الثاني منه في قلب ساعة القرون الوسطى. قبل اختراع الساعات لم يكن الوقت قابلا للضبط، إلا أن المسلمين أرادوا تحديد مواعيد صلواتهم اليومية، لذا كانوا بحاجة إلى ساعات دقيقة. استجيب دعاؤهم في منتصف القرن الخامس عشر مع اختراع نوع جديد من الساعات. أما الجهاز الذي أحدث ثورة في عالم صناعة الساعات ومؤخرا في تصنيع القطارات الفائقة السرعة فهو الزنبرك الملفوف، وهو موجود هنا في هذه الساعة أيضا. فعندما تقوم بتعبئته يلتف حول نفسه بإحكام بينما يعمل على تخزين الطاقة، وما إن يبدأ بالانحلال شيئا فشيئا حتى تتحرر هذه الطاقة التي تساهم في تشغيل التروس التي تعمل بدورها على تحريك العقارب لتشير إلى الوقت المحدد. ومع قليل من التعديل سيساعد هذا المحرك المرتكز على علم قياس الوقت على حل مشكلة التذبذب في القطار. وذلك لأن الزنبرك الملفوف كثير الجدوى في أنظمة التعليق أيضا، فحين يتمدد ويسحق يساهم في تذليل العقبات على الطريق تماما كميكانيك السيارات الذي اكتشف في أوائل القرن العشرين. اعتمد مهندسو القطارات الفكرة نفسها. يعد الزنبرك الملفوف مفيدا جدا للقطارات لأنه لا يعمل فقط على امتصاص التذبذبات صعودا ونزولا، بل يكبح الهزات الجانبية أيضا. في القطار الفائق السرعة يسحب الزنبرك الطاقة الناتجة عن التذبذب، أما الزنبرك الأشد صلابة وثباتا فيمتص قدرا أكبر من الطاقة لتثبيط الحركة الجانبية، بحيث يتعذر على القطار السير بسرعة جنونية. إنهم يصنعون القطارات هنا، لذا من الأفضل أن أتنحى جانبا. بفضل بعض المسلمين الدقيقين في مواعيدهم وصانعي الساعات، تمكن المهندسون من تصميم هيكل قطار سفلي لا يهتز على الجوانب عند السرعة العالية. مع وجود العجلات المسطحة يسير القطار بصورة مستقيمة إلى حد الكمال على طول السكة الحديدية. ولا عجب في أن آلية تصنيع العجلات هي نقطة بداية تبلور القطار الفائق السرعة، وتكون نتيجتها ولادة قطار سريع جديد، وما إن يصبح جاهزا حتى ينطلق في رحلته الأولى العالية السرعة. يحتاج القطار السريع إلى مصدر طاقة للإتيان بأي حركة فضلا عن بلوغ سرعة فائقة، ويستمد كمية الطاقة اللازمة من خطوط الكهرباء العامة. إن الرابط بين السلك والقطار هو هذا الجهاز الذي يعرف باسم المنساخ. تتدفق الكهرباء عبر هذه السنتيمترات المربعة القليلة، حيث تلامس السلك وتنتقل عبره إلى الأسفل نحو القطار. من أجل تغذية القطار بطاقة كافية، وجد المهندسون أنفسهم في مواجهة خيارين: إما الاستعانة بأسرع أو أكبر دفق كهربائي، وإما تكثيف الجهد أو تعزيز التيار الكهربائي. في المختبر الذي يبدو أشبه بموقع تصوير لفيلم خيال علمي، يبين أستاذ جامعة مانشستر السيد إيان كوتون ما تتطلبه الحاجة إلى استخدام تيارات قوية. أتصور أن التيار الكهربائي سيمر في مكان ما قريب من هنا. هذا صحيح، لدينا محاول يسحب التيار الكهربائي مباشرة من المصدر، وعند هذه النقطة يمر التوتر العالي. حسنا، شغله الآن، هل يعمل؟ سترى أن الأرقام على مقياس التيار الكهربائي ترتفع، وهذا يعني أن كمية أكبر تتدفق. إذن هذه هي كمية الأمبيرات التي تمر من هنا. إن كمية الأمبيرات الكبيرة تعني وجود تيار مرتفع قد يزيد العبء على الأسلاك الرفيعة فيسخنها لتصل إلى نقطة الفشل الكلي. عندما يتعلق الأمر بالتيار الكهربائي العالي يجب استخدام قطعة معدنية كبيرة لتسهيل تدفقه. لكن نحن بحاجة إلى قطعة أكبر لتشغيل قطارنا. بكل تأكيد، ويجب أن تكون ضخمة جدا وغاية في الثقل. بهدف تعبئة كمية كافية من التيار الكهربائي لتشغيل القطار السريع، يجب أن تكون الأسلاك العلوية ضخمة، أي أكثر سمكاً من ذراع الإنسان وباهظة الثمن إلى حد كبير. وهذا أمر غير عملي البتة لناحية أسلاك القطار التي تمتد على طول مئات الكيلومترات. من هنا فإن السبيل الوحيد لإعطاء القطار الزخم المطلوب هو زيادة دفق الجهد الكهربائي.
عادة ما تحمل أسلاك القطار طاقة بقوة تراوح بين 1500 فولت و 3000، إلا أنها ليست كافية لتشغيل القطار الفائق السرعة، الأمر الذي دفع المهندسين إلى زيادتها لتبلغ 25000 فولت. ومع وجود جهد كهربائي هائل بهذا الحجم، يمكن لأي انقطاع في الدائرة بين الأسلاك والمنساخ أن يتسبب بكارثة حقيقية. تتمثل وظيفة المنساخ الوحيدة في الحفاظ على نقطة الاتصال مع الأسلاك العلوية، ولا عجب في أنها مهمة حيوية، لأن فقدان الاتصال قد يؤدي إلى الحرمان من الطاقة، ولن يكون الأمر ملائما أبدا. والأسوأ من ذلك هو أن القطار قد يتحطم. إذا فقد المنساخ الاتصال فسيتسبب بتشكل قوس، وفي المختبر الذي يعنى بسلامة كهرباء الضغط العالي يبدو شكل هذا القوس جميلا. يا للهول، ماذا لدينا هنا؟ هذا سلم يعقوب، ونحن في صدد تشكيل قوس بفعل كهرباء الضغط العالي. يحدث هذا التقوس عند حصول انقطاع في دائرة كهرباء الضغط العالي. أما نموذج سلم يعقوب فهو كناية عن حدوث فجوة في الدائرة الكهربائية بين القطبين. يحول الجهد العالي جدا تلك الفجوة إلى موجة من البلازما، حيث يكون الهواء شديد السخونة. تصل حرارة البلازما إلى ما يقارب 10000 درجة مئوية، ما يجعل الأقواس خطيرة جدا بالفعل. هل هذا هو التقوس؟ هذا صحيح، هذا ما قد يحدث إذا انفصل المنساخ عن الأسلاك الفعلية عند الخط العلوي. يحدث التقوس أيضا في القطارات العادية. انظر هنا كيف تقطع الأسلاك العلوية الباردة الدائرة الكهربائية. كلما كان الجهد عاليا زاد التقوس خطورة. في هذا العرض سوف أقوم بتشغيل المنساخ لأرى ما الذي سيحدث لقطاري حين ينقطع الاتصال. هذا العرض يهدف إلى إظهار مساوئ كهرباء الضغط العالي المحتملة. أجل، وإذا لمست هذا القطب ونقلته بعيدا فسوف يتشكل قوس كهرباء ضغط عال. حسنا، ها نحن. لكن عندما يقترب من الأشياء، أجل، أستطيع أن أرى الجانب السفلي هناك. ما حدث هو أنه تسبب باشتعال قطاري بصورة بشعة للغاية. ليس من المستغرب أن يشعل قوس البلازما القطار الورقي، فهو قادر أيضا على إلحاق أضرار جسيمة بالقطار الحقيقي وأسلاكه العلوية. بهدف تجنب وقوع أضرار قد توقف مجموعة الأسلاك كلها عن العمل، ارتأى المهندسون استخدام المنساخ للحرص على عدم فقدان الاتصال بالأسلاك العلوية. أما مفتاح الحل لهذه المعضلة فيكمن ببساطة في المخل. إنه كناية عن رافعة، إذا استخدمت بالطريقة الصحيحة فقد تساهم في استمرار المنساخ بالضغط على الأسلاك مهما كانت الظروف. يعد هذا الخيار جيدا، لأنك لن ترغب في العبث بالروابط الخطرة واللوازم الكهربائية ذات الطاقة القوية. تعد الرافعات أجهزة بسيطة للغاية، فهي عبارة عن أداة طويلة كهذه تدور حول نقطة ارتكاز من هذا القبيل. كلما كانت الواقعة أطول زادت قدرتها على الحمل. أنا بحاجة ماسة إلى رافعة أطول للتمكن من نقل أداة ثقيلة كهذه. ها نحن، قد تفي هذه بالغرض لنضعها في مكانها. هذا سهل للغاية. كان الباحث اليوناني أرخميدس أول من تبين أهمية المسافة الكامنة بين نقطة الارتكاز والمكان حيث تعمل القوة على الرافعة. أيقن نتيجة ذلك أنه بواسطة رافعة طويلة يستطيع تحريك الأرض، رغم أنه يحتاج إلى مكان يقف عليه للقيام بذلك. يعمل منساخ القطار السريع الفريد من نوعه عمل الرافعة أيضا. يسحب أحد الأسلاك المنساخ نحو الأعلى. إذا انكمش السلك يسحب بقوة أقل. للتعويض عن ذلك تعمل إحدى الآليات الرائدة بإطالة الرافعة تلقائيا لزيادة الطاقة. إن كل ذلك هو عبارة عن آلية تعويضية ينتج عنها إحداث ضغط مستمر على هذا السلك. لقد نجحوا حتى الآن في إمداد القطارات بالطاقة الكهربائية العالية الجهد باستمرار دون إحراق المنساخ. مع وجود الطاقة على متن القطار، أيقن المهندسون أنهم في مواجهة تحدي جديد يتمثل بكيفية تحويل الطاقة إلى سرعة، وعلى وجه الخصوص بكيفية جعل القطار سريعاً منذ نقطة البداية. يحتاج إلى تحقيق التوازن الصحيح بين الطاقة وقوة القبضة.
لا تقتصر صناعة الآليات السريعة على جعلها أكثر قوة فحسب، بل يجب النظر في وزنها أيضا، فالوزن الخفيف يساعد كثيرا. لهذا السبب لا تجري صناعة السيارات السريعة من الرصاص. هنا يكمن سر جعل الأشياء خفيفة جدا. إذا كانت المركبة خفيفة الوزن فهي لن تستطيع إحكام قبضتها على الأرض لتستغل قوة الدفع، علما أن تلك هي الطريقة التي تستخدمها السيارات والقطارات لتحويل طاقة المحرك إلى حركة. فمن دون قوة الدفع ستراوح مكانك مهما كان حجم محركك كبيرا. ولكي أثبت هذه النظرية صنعت قطاري الخاص وأعددت له مسارا زلقا وخطيرا. حسناً، أعتقد أنكم ترون أنه مهما كان مقدار الطاقة التي أستخدمها كبيراً ومهما كان الزخم الذي أعطيه للمركبة قوياً، فلن تتمكن عجلات قطاري من التشبث بالأرض بما يكفي لكي تجعلني أتحرك. بطبيعة الحال لا تسير القطارات الحقيقية على مزالق، لكنها بدورها تفتقر إلى القدرة الكافية على السحب. هناك طريقة واحدة لتحسين قوة الدفع وهي زيادة الوزن، ولا سيما فوق العجلات الدافعة التي هي في حالة هذه الشاحنة العجلات الخلفية عند المؤخرة. كل هذا يعني أنه يجب وضع الكثير من الأثقال داخلها. تابع العمل وسوف أكون هنا. حسنا، في الواقع لقد أضفنا حوالي نصف طن فوق المحور الخلفي. لا مجال للمقارنة، فمع الإبقاء على المزلاق نفسه أضفنا بعض الوزن وحصلنا على قبضة أفضل وقدرة أكبر على السحب. إلا أن آخر ما ترغب في أن تفعله في القطار المصمم للسرعة هو زيادة الوزن. عوضا عن ذلك، وجد مهندسو القطارات الفائقة السرعة حلا لمشكلة السحب في سيارة سباق فاخرة وقديمة، ألا وهي سيارة لونر بورش. ففي عام 1899 ابتكر فرديناند بورش سيارة رائدة تعمل كل عجلة فيها بواسطة محرك منفصل، وهكذا أبصرت أول سيارة ذات دفع رباعي النور. لا تخفى على كل محبي القيادة في الطرق الوعرة في جميع أنحاء العالم حقيقة أنه كلما كانت العجلات مدفوعة أصبحت قوة السحب أفضل. سيكون علي تعديل هذه الآلية. حسناً، لقد انتهيت وأصبحت هذه الشاحنة مزودة بقوة دفع رباعية. مع ازدياد عدد العجلات الدافعة من المفترض أن تصبح الآلية أقوى، وهو كذلك. إن جعل العجلات الأربع تعمل معا يضفي على الآلية قوة دفع إضافية دون الحاجة إلى وزن زائد. لقد طبق اليابانيون التقنية نفسها على القطار الفائق السرعة وغيروا وجه القطار التقليدي كليا. تستخدم القطارات التقليدية القاطرات، وهي عبارة عن مصادر طاقة ثقيلة وضخمة تسحب أو تدفع العربات الأخرى على طول المسار. إلا أن مهندسي القطارات الفائقة السرعة قد قلبوا هذه النظرية رأسا على عقب، لأن عربات القطار الأمامية والخلفية المدببة ليس لديها محركات على عكس كل العربات الأخرى. يعرف هذا النظام بنظام الوحدات المتعددة، علما أنه على متن هذا القطار هناك 14 من أصل 16 عربة تعمل بواسطة محركها الخاص. يشغل كل محرك عجلتين، لذلك يعمل هذا القطار بقوة دفع 112 عجلة. تسمح قوة الدفع الجيدة دون الوزن الزائد للقطار السريع بزيادة سرعته تلقائيا في الوقت المناسب، وكل ذلك بفضل اختراع تقنية الدفع الرباعي التي تعود إلى القرن 19. أما التحدي التالي بالنسبة إلى المهندسين المختصين فتمثل في كيفية الحفاظ على هذه السرعة عند المنعطفات والزوايا. يمثل الانعطاف بسرعة كبيرة تحدياً لأي مركبة. هذا هو ديف، سيكون هو والعربة الجانبية في دراجته النارية فئران المختبر في إطار هذا التحدي الجديد. بالمناسبة ليس وجود المياه هنا بمريب ولن تستخدم كمشروبات، بل إنها تمثل جزءاً من الاختبار العلمي. فلننطلق ديف. هل سينجح ديف والمشروبات في إكمال سباق المتعرج؟ وصلنا الآن إلى المنعطف الأول. ها نحن.
ذهبنا أنا وديف في هذا الاتجاه بينما راحت المشروبات في الاتجاه المعاكس. خسرت كل ما عندي من شراب. لم يكن الأمر مستبعداً، نحن مستعدون لفعل كل ما يلزم لمصلحة العلم. اختبرنا جميعنا هذا الشعور من قبل، فعند دخول أي منعطف بسرعة فائقة نشعر كأن قوة ما تدفعنا نحو الجانب وتعرف بقوة الطرد المركزي. يعود السبب إلى أن الجسم يميل إلى الاستمرار في السير في خط مستقيم بينما تقوم السيارة أو الدراجة بسحبه على هذا النحو. من هنا نشعر كأن قوة ما ترمي بنا في هذا الاتجاه. قد تكون عواقب قوة الطرد المركزي وخيمة ومميتة. ففي أوساكا عام 2005 انعطف أحد قطارات الركاب بسرعة كبيرة وخرج عن مساره، وكانت النتيجة أن لقي 107 أشخاص حتفهم. إن حوادث الانحراف نادرة الحدوث، إلا أن المنعطفات الضيقة والسرعات العالية تؤدي إلى نشوء قوى طرد مركزية جبارة. لم يرغب مهندسو القطارات الفائقة السرعة في الحد من سرعتها، وبهدف إيجاد حل لهذه المشكلة استعانوا بأول مركبات تسير على عجلات، ألا وهي العربات. عرف سائقو العربات القدامى كيف ينعطفون بسرعة دون الخروج عن مسارهم، شأنهم شأن نظرائهم الحاليين. هذه هي إحدى العربات الحديثة التي تعرف بالمهرولة. هذا جيف أوزبورن سائق العربة، وهذان فرساه زيج وزاج. ما الذي يجدر بفعله إذن؟ جل ما عليك فعله هو الحفاظ على استقرار العربة. ظننت أنني سأجلس وأقرأ كتابا. لا، لن تقرأ أي كتاب، بل ستميل في هذا الاتجاه وذاك. وماذا لو أخطأت؟ سننحرف وننقلب. يتسابق سائق العربات الحاليون على مسارات ملتوية تزخر بالمنعطفات، وبهدف الحفاظ على استقرار العربة المهرولة غالباً ما تجلس إليسون في الخلف وتنحني عند دخول أي منعطف. أما اليوم فقد حللت مكانها، لذا لنأخذ الأمور بروية. لا يجدر بك أن تفلتها. حسناً، ارفع يدك وانزلق. يجب أن أنحني. لا تفلت يدك. 1، 2، انحناء. إذا تعثرت الفرس ستقع. يجب أن أميل قدر الإمكان. إذا ارتفعت العجلة عن الأرض انحني أكثر. بعد الاستماع إلى ملخص الأحداث المخيف هذا انتهى العرض. لا يبدو هذا متعبا، إنه جميل. يساعد الانحناء عند الانعطاف على التخفيف من حدة قوة الطرد المركزي الذي يدفعنا نحو الخارج، ما يساهم في تعزيز توازن العربة ويسمح لزيج وزاك بالانعطاف بسرعة أكبر مثل نظرائهم القدامى. لا يمكن أن يكون سائقو العربات القدامى على علم بقواعد نيوتن ذات الصلة بالجمود وقوة الطرد المركزي. كيف لهم أن يعرفوا بها ولما تكن قد أبصرت النور؟ إلا أنهم أدركوا بالفطرة أن الانحناء يساعد على الانعطاف بسرعة. لكن ماذا عن حانة النموذجية المتنقلة؟ للتأكد من أن الانحناء هو مفتاح النجاح، فصلت ديف عن العمل وجندت فرانك. سأحاول مجدداً، فأنا عاقد العزم على إيجاد حل لمشكلة مشرب المرطبات المتحرك في دراجة نارية، وسوف أستخدم هذه التجهيزات الجديدة الخاصة بالعربة الجانبية في الدراجة النارية، وذلك لأنها قابلة للانحناء. أنا مستعد. تنحني هذه العربة الجانبية على الفور ومن دون عناء، مبقية على المشروبات ثابتة في مكانها. هذا أمر يبعث على الدهشة. لا شك في أن بين هور حاول إحداث تغيير ما، على الرغم من أنني واثق بأنه لم يتوقع أثر ما أنجزه على مشرب المرطبات المتنقل. نجح الاختبار العلمي. كلما زاد الانحناء تراجعت القوة الدافعة نحو الخارج في العربات الجانبية والعربات والقطارات، وبهدف جعل القطار يميل يجري تكييف المسارات لكي تنحني عند المنعطفات. نجحت هذه التقنية على نحو جيد مع القطارات القديمة والأقل سرعة، إلا أن القطارات الفائقة السرعة تحتاج إلى الميل أكثر من ذلك عند الانعطاف. من هنا
أتى بينهار لإنقاذ الموقف. إن الوسائد الهوائية الموجودة تحت كل عربة التي يجري التحكم فيها بواسطة الحاسوب هي التي تجعل القطار يميل. عند الانعطاف يميل كل جزء من القطار من طراز N700 وهو أحدث أنواع القطارات الفائقة السرعة على نحو مستقل في الوقت الملائم والقدر المناسب. على متن قطار سريع حقيقي يظهر هذا الأثر واضحاً، أو بالأحرى لا يكون ملحوظاً، وهنا بيت القصيد. ففي هذه اللحظة بالذات، واستناداً إلى الرؤية غير الواضحة عبر النوافذ، يمكن الاستنتاج أننا نسير بسرعة من شأنها أن تتسبب بوقوع فنجان الشاي لولا نظام الإمالة المبرمج الجاري اعتماده حالياً. قد تعد هذه مخاطرة في قطار غير مجهز. انظروا إلى ذلك، إنه لا يتحرك. أتساءل عما إذا كان بينهار يقدم الشاي أو القهوة. أعتقد أنه كان يقدم القهوة. بفضل خبرة سائقي العربات القدامى، باتت القطارات السريعة تنعطف بسرعة إضافية بنسبة 20 كيلومترا في الساعة، محافظة بذلك على دقة مواعيد المسافرين. وهكذا لم تعد القطارات تخرج عن مسارها، سواء أكانت تسير في خط مستقيم أم عند الانعطاف، طالما أن المسار نفسه يبقى في مكانه. لكن لا يمكنك الاعتماد على ذلك في كل الأحيان. تواجه كافة القطارات مشكلة كبيرة في اليابان، ألا وهي الزلازل. فهذه الأرض هي الأكثر عرضة للزلازل على هذا الكوكب، ويمكن لهذه المشكلة أن تزداد سرعة على السرعات العالية، لأن القطارات والركاب قد يعانون آثارا محتملة أكبر بكثير. يواجه المهندسون تحديا خاصا يتمثل في تجهيز هذه القطارات العالية السرعة لكي تلازم مسارها خلال حدوث الزلازل. يضرب اليابان حوالي 900 زلزال سنوياً. في عام 1995 تعرضت مدينة كوبي لهزة أرضية قوية دمرتها بالكامل وأدت إلى مقتل أكثر من 6000 شخص. وعند انقضاء كل قرن أو نحو ذلك تهتز طوكيو جراء زلازل أكثر تدميراً. والآن تستعد لاستقبال الزلزال المقبل الذي قد يضربها في أي وقت قريب كما حصل في المرة الفائتة. لا شك في أن ما يثير قلق مهندسي السكك الحديدية هو أن الزلازل نفسها التي تسقط الأبنية الشاهقة وتصدع الطرقات قد تؤدي إلى انحراف القطارات عن مسارها. ومن الجيد معرفة أن نظام التلغراف الكهربائي يعزز حماية الركاب على متن القطار الفائق السرعة. أما الآن فسأعاود قراءة التعليمات ذات الصلة بالزلازل لمجرد التأكد من معلوماتي، ومن ثم سأبحث عن ملجأ تحت الطاولة. إنه مصنوع من الزجاج. لن تحميكم أي طاولة إذا خرج القطار عن مساره بسرعة تبلغ حوالي 300 كيلومتر في الساعة. لذا كان المهندسون بحاجة إلى نظام إنذار مسبق بحدوث الزلازل لإبطاء سرعة القطارات. فما كان منهم إلا أن صمموا أول نظام إنذار بحدوث الزلازل في العالم. نشأت هذه الفكرة بهدف تحذير المهندسين قبل أن يضرب الزلزال، إلا أن الممارسة الفعلية قد أثبتت وجود مشكلة. فنظام الإخطار بحدوث الزلازل لا يفوق أجهزة كشف الهزات أو قياس الزلازل جودة. من أجل فهم هذه المشكلة نحن بحاجة إلى حدوث زلزال، وفي إنجلترا عليك الانتظار طوال اليوم لكي يحصل ذلك. لكن بحسب الخبير في الزلازل هيو هانت، يمكن للبحيرة والوزن الثقيل أن يوفرا العناصر الرئيسية لحدوث صدمة زلزالية، كما قد يؤدي البرج المصنوع من حجارة هشة دور الضحية المحتملة. بالقرب منا هناك حفار يحمل وزنا ثقيلا، كيف يمكن لكل ذلك أن يتسبب بحدوث زلزال؟ يمكننا محاكاة الزلازل من خلال إسقاط هذه القطعة المعدنية في المياه لأنها ستشكل موجة، فالهزة هي مجموعة من الموجات في باطن الأرض. وضع هيو نظاما من شأنه أن ينذرني مسبقا بحدوث زلزال حتى أتمكن من محاولة حماية البرج. يتوقف كل شيء على هذا. إنه مقياس الزلازل وهو يقيس الحركة.
يجدر بمقياس الزلازل الذي يستخدمه هيو الكشف عن الهزة وإطلاق إنذار يظهر على شاشة الحاسوب. إذن أصبح لدينا نظام للكشف عن الزلازل موصول إلى البرج، وهكذا سنعرف توقيت حدوثه. سأستخدم نظام الكشف عن الزلازل خاصتي لأقول لكم متى يجدر بكم اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية البرج. هل هذا هو النظام؟ هل أنت مستعد لحدوث الزلزال؟ أجل، أنا مستعد. حسناً، سوف أتجاهل صوت الأثقال الكبيرة المتساقطة في المياه على بعد 20 متراً من هنا. لن أقدم على أي حركة قبل أن يرصد نظام هيو الهزة التي توشك على الحدوث. هناك زلزال، إلى الأمام. هل من إشارة تنبئ بوقوع زلزال؟ زلزال، إنه قادم. أجل، ما حدث هو أنني كنت بطيئا. لقد قلت إن الزلزال قادم، أليس كذلك؟ وأنت كنت بطيئا للغاية، وعلى أثر الزلزال سقط البرج. ظهر اللون الأحمر على الشاشة. كان لدي نظام حماية ولم أتمكن من استغلاله. ظهر اللون الأحمر وهو يمثل الزلزال. من الواضح أن هذا يطرح مشكلة جدية. يكشف نظام هيو عن الزلزال عند قدومه فقط، وهذا النوع من الإنذار المسبق لا يكفي، لذا فهو ليس جيدا. أما فيما يتعلق بحماية القطارات الفائقة السرعة، فمن حسن الحظ أن الزلازل ليست متسللة لهذه الدرجة، فهي تنبئ إجمالا بقدومها من خلال إحداث موجات سريعة الحركة. منذ حوالي قرن اكتشفوا أن هناك نوعين من الأمواج، الموجة الأساسية المعروفة ببي والموجة الثانوية المعروفة بأس. إن الأمواج البطيئة هي المدمرة، إذ إنها تطيح المدن وتنسف الأبراج العائمة، وهي التي كشف عنها مقياس هيو للزلازل، إلا أن الإنذار كان قد أطلق بعد فوات الأوان. يكمن مفتاح نجاح الإنذار المسبق في الكشف عن أمواج بي السريعة، إلا أن أمواج بي أصغر بكثير من أمواج أس. من هنا نحتاج إلى مقياس زلازل أكثر دقة وحساسية. نتحدث في هذا السياق عن المقياس الكهرومغناطيسي الذي استخدم للمرة الأولى في جهاز التلغراف الكهربائي عام 1837. هذا نموذج عملي عن جهاز يجسد إلى حد كبير أول استخدام للطاقة الكهربائية في كل شيء تقريبا. هو كناية عن آلة تستعمل لإقامة الاتصال بين مختلف محطات السكك الحديدية وترتكز على الطاقة الكهرومغناطيسية. نجد وراء هذه الإبر المعدنية لفائف من الأسلاك، عند مرور التيار الكهربائي فيها تتحول إلى مصدر للطاقة الكهرومغناطيسية التي تعمل على تحريك الإبرة. إذا جرى تغيير في حركة التيار الكهربائي تنتقل الإبرة إلى الاتجاه المعاكس. إذا قمت بتمرير التيار الكهربائي عبر الأسلاك تتحرك الإبرة، وإن بدلته وغيرت مساره الحالي تتغير الأقطاب وتتحرك الإبرة في الاتجاه المعاكس. لذا فإن كل ما يحتاجون إليه هو خريطة من الحروف يشار إلى بعض منها عند الحاجة بواسطة الإبرتين كحروف الـ H والـ A والـ K والـ E. لا تضم هذه الخريطة كافة الحروف بل فقط 20 منها، لذا تعد تلك التقنية في المراسلة النصية بدائية بعض الشيء. بعد مرور 150 عاماً تراجع استخدام التلغراف الكهربائي لمصلحة الهواتف المحمولة والإنترنت، إلا أن الطاقة الكهرومغناطيسية لا تزال مجدية. من الواضح أن هذه ليست بآلة التلغراف، بل إنها رافعة ضخمة إلى حد كبير. أما الجزء المهم فيها فيرقد في الأسفل، وهو كناية عن جهاز كهرومغناطيسي يقوم بعمله على أكمل وجه. إلا أنه في نهاية المطاف يبقى مجرد مغناطيس يمكن توقيفه عن العمل بكبسة زر، وفجأة لا يعود يعمل كمغناطيس. لكن المسألة ليست دائما بهذه البساطة، فهي مرتبطة بدرجات القوة التي قد تكون أكبر أو أقل. بوسعك أن تتحكم في قدرة هذه الرافعة على الحمل، فالتيار الكهربائي الضعيف يخفف من الطاقة المغناطيسية ويؤثر على القدرة على الرفع. أما إذا قمت بتغذية هذا التيار فستتمكن الرافعة من حمل كتل ضخمة من المعادن. يمكنك أيضا قياس التغيرات في الطاقة الكهرومغناطيسية على نحو دقيق. لا شك في أن معرفة حجم القوة المستخدمة هي مفتاح أساسي لتأمين حماية القطارات الفائقة السرعة من الزلازل وكذلك البرج الذي بنيته.
عند العودة إلى البحيرة سوف أقوم بتحديث نظام الإخطار بحدوث الزلازل، وهذه المرة سينضم إلي الخبير في أجهزة الإحساس شونغوسن وبحوزته مقياس زلازل كهرومغناطيسي متطور. حسناً شون، صعدت على متن القارب جالباً معك جهازك الخاص، إنه الجهاز المطلوب أليس كذلك؟ أجل، فهو أكثر حساسية من الآخر. يستخدم مقياس شون للزلازل الطاقة الكهرومغناطيسية للكشف عن أدنى الحركات كترددات أمواج بي. إذن شون، هل ستتمكن من الكشف عن أمواج بي الدقيقة في الوقت الذي فشل فيه هيو؟ شكراً ريتشارد. إن نظامك الخاص بالإنذار بحدوث زلازل يتلخص بالآتي: حصلت هزة وبدأ كل شيء بالانهيار. إن جهاز شون لقياس الزلازل حساس، بحيث إنه لابد من وضعه في قاع البحيرة المستقر. إذا كان الجميع في أماكنهم، هل نبدأ؟ وعدت ألا أنظر، أنا فقط أنتظر ماذا سيفعل جهازك. سأشغل جهازي الآن. هل أنتم جاهزون لهزة أرضية؟ انطلاق. حسناً ريتشارد. قمت بتطوير نظامي، هذا إنذار مسبق، انظروا إلى هذا. هناك هزة أرضية. أجل، شكراً لك هيو. نعلم أن هناك هزة لأن كل ما هو حولنا راح يتحرك، لكن لا بأس، أعتقد أن شبكة الحماية ضد الزلازل قد أنقذت الموقف، ولا شك في أنها نجحت في ذلك لأنك استطعت تحذيري من قدوم زلزال في الوقت المناسب هذه المرة يا شون. وهنا يكمن الفارق، يتمثل بقدرة نظامك على الكشف عن تلك الأمواج الصغيرة والدقيقة والمتعددة الترددات. أنذرني نظام شون قبل 7 ثوان من حدوث الزلزال، وهذا يعد إنذارا مبكرا فعليا. كما يعد مقياس الزلازل الذي يعمل على الطاقة الكهرومغناطيسية حساسا بما يكفي لحماية القطار الفائق السرعة. إن نظام الإنذار الحالي بحدوث زلازل هو الأكثر تطوراً في العالم. يتوافر حوالي 70 جهازاً لقياس الزلازل على طول المسار وبالقرب من منطقة النشاط الزلزالي. بعد 2 ثانية من رصد أمواج بي ينقطع التيار فيتحطم تلقائياً أي قطار يعمل في منطقة الخطر. بالنسبة إلى المركبات التي تزيد مسافة توقفها عن 3 كيلومترات يصبح الوقت ثميناً. خلال الهزة التي حصلت عام 2004 نجح النظام في إيقاف 4 قطارات سريعة، علماً أن القطار الخامس كان قريباً جداً من المركز السطحي، وما لبث أن أصبح القطار الوحيد الذي خرج عن مساره. في إطار السعي المستمر إلى تحقيق الكمال، تمكن المهندسون من تصميم نظام متطور مضاد للانحراف. إنه أحد الحلول البسيطة لكن الفعالة، فقد بادروا إلى تجهيز سكة حديدية إضافية إذا كان القطار قريباً جداً من مركز الزلزال لكي يتمكن النظام من رصد أمواج بي ويحذر السائق في الوقت المناسب حتى يبطئ سرعته، وذلك حتى لا يخرج القطار عن مساره. حتى عندما تهتز الأرض بعنف تعمل السكة الإضافية على تثبيت العجلات في مكانها، وقد جرى اختبارها على نحو مستفيض عند كل جزء من القطار. للتأكد من جدوى فكرتهم بنى المهندسون مجموعة قطارات نموذجية مصغرة مع كامل تجهيزاتها. لا شك في أن هذا المسار لا يذهب بعيدا إلا أنه قد جرى بناؤه لغرض محدد. يمثل هذا النموذج المصغر 5 حجم محطة القطار الحقيقية، ولديه ميزة يفتقر إليها أمثاله من النماذج التي يحتفظ بها عشاق القطارات، ألا وهي محاكاة الزلازل. تقبع شفة العجلة بين سكتين بحيث تعجز أعنف الهزات عن إخراج القطار عن مساره. يجري حالياً إدخال هذه السكك الخاصة على طول قطاعات خط القطار. إنه حقاً لقطار مذهل لناحية سرعته ومقاومته للزلازل ودقة مواعيده وشكله الجميل. نجح مهندسو القطارات الفائقة السرعة في نقل التكنولوجيا التي كانت رائدة في بريطانيا منذ 200 عام وتكييفها مع القرن 21. يجري حالياً تصدير تكنولوجيا القطارات الفائقة السرعة إلى جميع أنحاء العالم بما فيها بريطانيا. مهد القطار الفائق السرعة الطريق للدخول في عصر قطارات عالمي جديد. تلتزم كل من الصين وأمريكا بإنشاء شبكات من السكك الحديدية العالية السرعة، ولا عجب في أن هذا القطار لم يكن ليبصر النور لولا سباق العربات القديمة. يا إلهي، الرافعة أو المخرب،
ساعة القرون الوسطى. يا للهول، إنه يتحرك حقا. من الواضح أن توقفه لن يكون مريحا. سيارة فاخرة من القرن 19. عجلات قطاري غير قادرة على التشبث بالأرض بما يكفي لكي تجعلني أتحرك. والتلغراف الكهربائي. هل من إشارة تنبئ بحدوث هزة أرضية؟